فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب من سؤال البارحة، يقول: قل لا يخفى على علمكم حفظكم الله ما يمر به أهل السنة في صعدة من حصار الرافضة أكثر من 40، ما يمر به أهل السنة في صعدة من حصار الرافضة أكثر من 40 يوما، حتى أكلوا كل شيء عندهم ومات صبيانهم في هذا البلد، فهم في حالة لا يعلمها إلا الله، كما أنهم يضربون بالدبابات من قبل الرافضة. يقول السؤال حفظك الله، يقول: قد استنجدوا بمن عندهم فلم يستجب لهم أحد، هل يجوز مناصرتهم بالمال ومن الزكاة لشراء السلاح والدفاع عنهم؟ نعم، الزكاة للمحتاج والمضطر ما في شك، فإذا بلغوا من الحاجة إلى الحد ما في شك الزكاة لهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن هذا الذي حصل ويحصل هذا بسبب الفتن والعياذ بالله، بسبب الفتن والخروج على الولاة، شق عصا الطاعة هو اللي سبب هذه الأمور، كل هذه البلاوة وتسلط العدو تدخله كله بسبب الانشقاق والنزاع، شق عصا الطاعة. نعم.